بدأت الجائحة وكنا ولله الحمد للتو منتهين من هذه البنية التحتية التي وجه بها سمو سيدي حفظه الله. السحابة الحكومية جاهزة، بنك البيانات جاهز، أتانا التوجيه بالبدء في بناء نظام لاحتواء الجائحة وإدارة الحظر، ومن هناك انطلقت رحلة توكلنا. توكلنا كان يحتاج فعلا لهذه البيانات أن تكون جاهزة حتى يستطيع أن يتعامل مع إبراز الحالة الصحية وإصدار التصاريح. كانت لحظات جدا صعبة بداية الجائحة. جائحة كورونا بالذات لما بدأ عملية التباعد والحجر والناس تبقى في بيوتها، لك أن تتخيل لو كانت هذه الخدمات ما هي موجودة أو كانت أسسها ما هي موجودة. ماذا لو لم يكن توكلنا حاضرا في الجائحة سواء بدايتها أثناءها أو إلى هذه الساعة؟ سيتضح حجم التحدي فيما لو كانت إدارة الجائحة يدويا وورقيا. بداية الجائحة تمكننا من إصدار 27 مليون تصريح خروج لضمان استمرار التموين واستمرار الحياة. كان المفترض أنه 27 مليون تصريح هذه يتم توزيعها يدوياً ورقياً لكل من يريد أن يخرج، وتكون أيضاً محدثة بشكل يومي لإبراز الحالة الصحية للشخص. لكن تتخيل حجم الجهد الذي سيترتب على ذلك، وأيضاً صعوبة الوصول لكثير من من يحتاجون الخروج سواء من منسوبي الجهات الحكومية والخاصة أو أيضاً موظفين وقائدي مركبات طلبات التوصيل التي كانت تقريباً شريان التموين في بداية الجائحة.